يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي أثناء الطواف، علما بأن المصلي لا يتخذ سترة؟ المسجد الحرام الزحام والشديد يتسامح بالمرور للضرورة، لأن الناس ما يمكن توقف طوابير العالم وتحجهم لما تفرغ من صلاتك. والله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ففي المسجد الحرام يتسامح بالمرور للضرورة، وأما في غير المسجد الحرام وفي مكان السعة والمكان الذي ليس فيه ازدحام فلا يجوز المرور أمام المصلي.